عزيز جبيري مثلا ما حضرش حتى ما حضرش قال نحن ما استدعيناهوش من احنا استدعيناه عملنا جروب في الماسنجر فيه الناس الكل من الشوفير للستار ما نعرفش بها انا محل ستار روا من الممثل للشوفير الناس الكل جاوبت ما حضرش ما حضرش قالك ما استدعونيش استدعيته يعرفه هو ما حبش يحضر ما يخفي خاطرك منه اي مي انا قلت معناتها ما سما انتريس بلو معناتها ما جو بلو جو نو في بلو جامي ترافاي افيك لوي معناتها سي سور حاجه متاكد منها في افلامي ولا افلام اللي ننتج فيها نهائي اي انا نعمل مو عندي الحق نحط بلاك ليست زاد راهو شنو ما نحن نصب بلاك ما يحطونا في بلاك ليست زاد هما نحطهم في بلاك ليست حتى نحن معناتها فما اسماء ما عادش نشتغل معاها واي مخرج يجي نطرح له نقول له هذاك وهذاك هذوما لا وباقي هما زوايز ثلاثه راه باقي كل علاقتي بهم محليهم الكل يحبوني ونحبهم برشا فما مثلا ساده ساره الحناشي خرجت في وسط العرض الاول لاسباب مجهول لاسباب نتاع ايغو سور ديمونسيوني غرور مبالغ فيه غرور ياسر ياسر ما تخرجش في عرض الاول نتاع فيلم تخرجش تحترم المهرجان الكبير اللي انت فيه تحترم المخرج والمنتج اللي هزك ودفع عليك فلوس وجابك المهرجان هذاك خلص لك اقامه وسكنك مقابل لاك معناتها سكنك في بلاصه باراديزياك معناتها تحترم نورمالمون حتى تستنى جينيريك يوفا تخرج تعيط المخرج تقول له جوغي مي تخليني اكثر مي هذاك ما صارش ما عملتوش هي حتى كي تقابلنا في الطياره حكينا بالصدفه وقلت لها ايجا ما قالت لي لا انا ما نجيش ممشي في العقد نتاعك لازم مجبور تجي تحضر في العروض وتعمل لا بروموسيون دو فيلم الوغ بلاك ليست بور مو زيد هاي بلاك ليست افي زيد معناتها لا مجال للصلح لا مجال للصلح خاطر نهار عرسك هو فيلم البريمير مونديال صح يبدلك نهار عرسك على شنو مازال فيها